السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ النهاردة المحاضرة التانية بتاعتنا في سلسلة محاضرات Economic Geology. النهاردة عنوانك هو عبارة عن Classification of Mineral Deposits، تصنيف الرواسب المعدنية. أول حاجة، أنت ليه بتصنف أي حاجة في العالم، أي حاجة في الدنيا بتصنفها ليه؟ عشان هي كتيرة ومتعددة، فعاوز أحطها في صورة جروبس، مجموعات من خلال صفاتها المشتركة، وبالتالي يسهل دراستها بعد كده. وبالتالي why we classify mineral deposits. The purpose of classifying mineral deposits is to group them into a small number of types having certain feature in common. بيشتركوا في حاجات معينة فبتصنفهم في مجموعة واحدة. طيب سؤال، هصنف الرواسب المعدنية على أي أساس؟ إيه الكرايتيريا عندي اللي ممكن أصنف عليها؟ ممكن اكتر من حاجة، خمس حاجات هصنف عليهم الرواسب المعدنية. اول حاجة على اساس الشكل، المورفولوجي، الشيب بتاعها، السايز، الاتيتيود، هل في صورة دايكس، في صورة بيدز، في صورة ايه بالظبط؟ المورفولوجي. اتنين، الاوريجن، هل جاي من ماجماتيك، بلوتونيك، فولكانيك، ميتوريك، ميتامورفيك، اند سو اون. كذلك المحتوى المعدني، الميتال او الكوميديتي كونتنت، ايه المعادن والعناصر اللي بيشترك في تكوين الرواسب المعدنية. كذلك بيئة التكوين سواء الفيزيكال والكيميكال كونديشنز الموجودة، وكذلك أماكن الترصيب والبريشر اند سو اون. الحاجة الخامسة والأخيرة عبارة عن العملية اللي بتشترك في تكوين الرواسب المعدنية أو البروسيسز اوف ديبوزيشن. يبقى أنت عندك 5 كرايتيريا يوزد فور كلاسيفيكيشن اوف مينرال ديبوزيتس: مورفولوجي، أوريجين، ميتال اور كوميديتي كونتنت، انفايرمنت اوف فورميشن، وأخيرا بروسيسز اوف ديبوزيشن. جهود العلماء في تصنيف الرواسب المعدنية، أولهم نيجلي 1929، دي أول من صنف الرواسب المعدنية، ويعتبر الكلاسيفيكيشن بتاعه يعتبر هو هيستوريكال اوف هيستوريكال سيجنيفيكانس، لأن أول من صنف الرواسب المعدنية. ثم بعد كده يجي العالم ليندجرين 1913، دي اللي بدأ يصنف الرواسب المعدنية بعد نيجلي، ويعتبر التصنيف بتاعه من ضمن أهم التصنيفات الموجودة على مستوى العالم. وعمل له ريفايزنج ان 1933، وعمل له موديفيكيشن ان 1968. بعد كده العالم الثالث اللي له بصمة كبيرة ويعتبر هو أبسط تصنيف للرواسب المعدنية اسمه باتمان. باتمان صنف سنة 1942 1942، وعمل له ريفيجن 1950، وبعد كده عمل ريفايد ان 1979. طيب بعيدا عن التعقيد والايه والتصنيفات، ايه اهم الرواسب المعدنيه اللي تهمني في الكورس بتاعي او اهتم بيها؟ واحنا اتفقنا طبعا ان الرواسب المعدنيه اللي اهتم بيها حاجات بتهمنا وبتهم الواقع اللي موجود واللي عايش قدامي. فمين من الرواسب المعدنيه اللي اهتم بيها؟ اهتم بالجولد، بالايرن، بالفوسفيت، لايمستون، شوك، سلفر، كول، منجنيز، يورانيوم اند بلاك ساند. هنهتم النهارده او هنتكلم النهارده على اول واحد وهو بيحكم الاقتصاد العالمي، وهو عباره عن الذهب. الحقيقه ان قدماء المصريين امتلكوا القدره العجيبه واللي ما زالت ميستيفاي ذا هول وورلد، اللي لسه مربكه العالم، ازاي هؤلاء الناس امتلكوا القدره والتكنولوجيا على استخراج الذهب الموجود في اماكن محدده ومعروفه، واغلبها موجود في الصحراء الشرقيه. الصحراء الشرقيه عباره عن الجزء الشرقي الموجود لدلتا النيل او لنهر النيل، تمام؟ هذه المواقع اكثر من 120 موقع، على الاقل 40 منجم منهم تم استخراج الذهب اللي فيهم عن طريق القدماء المصريين. الصورة اللي موجودة عندك تحت القناع بتاع توت عنخ آمون هتلاقي كده صورة بتبين لك ازاي قدماء المصريين امتلكوا القدرة والحسابات انهم يستخرجوا الذهب الموجود فين في الصحراء الشرقية او عامة في مصر. هذه المناجم المنتشرة موجودة زي ما اتفقنا في الصحراء الشرقية من الزعفرانة، ودي في منطقة موجود في منطقة وادي عربة او في منطقة راس غارب، حتى جنوبا حتى منطقة أسوان. ديت الأماكن اللي ممكن يتواجد فيها الذهب فين في مصر. دي صورة بتبين لك الخريطة اللي بتبين التواجدات الذهب في الصحراء الشرقية من منطقة راس غارب زي ما اتفقنا حتى جنوبا حتى أسوان. طب مين اللي قال لك ان المصريين اشتغلوا في قصه الذهب واستخراج الذهب؟ في زي ما انتم عارفين يا اولاد ان قدماء المصريين كانوا بيكتبوا الهيستوريكال ايفنتس بتاعتهم على الجدران، وبيسجلوا تواريخ المهمه على برضو على ورق البردي او بابرس بيبرز، فبيسجلوا اهم الاحداث. فمن ضمن الاحداث اللي بتؤكد ان المصريين القدماء من اقدم الناس اللي اشتغلوا، ورقه برديه
اسمها برديه منجم الفواخير. هذه البرديه يا اولاد موجوده واكتشفت في دير المدينه بمدينه طيبه. طيبه عباره عن احدى العواصم القديمه والموجوده في جنوب مصر. اكتشف هذه البرديه عالم ايطالي اسمه برناردينو درافتي سنه 1824. هذه الورقه او هذه البرديه مكتوبه باللغه الهيراتيقيه، ودي عباره او الهيراتيك لانجويج، اللغة اللي كانت مستخدمة أيام قدماء المصريين. البردية قدامك يا أولاد عبارة عن بردية تاريخية بتبين الحفر إزاي تم في أحد المناجم القديمة، وهو منجم الفواخير. منجم الفواخير منجم موجود في أحد المدن الساحلية اسمها منطقة القصير، أحد الدول المدينة المدن الساحلية الموجودة على ساحل البحر الأحمر. هذه البردية اكتشفت في زي ما اتفقنا في طيبة، لكنها موجودة حاليا دلوقتي في احد المعارض الموجودة في شمال ايطاليا في متحف تورين. في متحف تورين، تمام كده يا اولاد؟ طيب الحفر تم ازاي في منجم الفواخير، او العملية تم ازاي في منجم الفواخير؟ عبارة عن نفق رئيسي يمتد 500 متر في باطن الارض في قلب الجبل، ثم يتفرع من هذا الفرع الرئيسي او الطريق الرئيسي خمسة افرع رئيسية. ليه خمسة افرع؟ ما هم مش اكتر او اقل، عشان هذه الافرع الخمسة بيتتبعوا عروق القوارتز اللي موجود فيه الذهب ومنتشر في منطقة الفواخير، تمام؟ طيب التكسير والتفجير هيتم داخل الجبل. طب ناتج التكسير، ناتج الكراشينج هيروح فين؟ هيبدأ يتحمل زي ما انتم شايفين كده يا اولاد على حاجة اسمها الديكوفيل. ديكوفيل عبارة عن قطر صغير هيبدأ ينقل كسرات الصخور ويبدأ ينقلها بره الجبل عشان تبدأ تتعرض لعمليات من الووشنج وعمليات إضافة السيانايد أو السيانيد عشان أتخلص من الحاجات اللي هي مع الذهب وأبدأ أستخلص الذهب الموجود مع الصخور. دي صورة بتبين لك منجم الفواخير أو الجبل بتاع الفواخير، واللي بيشاور لك في الصورة بيبين لك الفتحة الرئيسية بتاعة الجبل بالكيفية اللي احنا قلناها. فواخير، إيه هي صفات الذهب؟ الذهب كبيوريتي بيقال عليه بالقيراط أو العيار. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث له بيقول إن إذا نزلتم أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما. فالقيراط ممكن يكون عبارة عن واحدة من وحدات المساحة، أو ممكن يكون واحدة من وحدات الوزن. والقيراط بالنسبة للذهب يتراوح من 10 وحتى 24 كارات، يعني ممكن تلاقي الذهب 10 عيار 10 أو إيرات 10 أو 18 أو 21 أو 24. ال 24 هو أنقاهم، 24 حر. ال 21 عبارة عن يقول لك عيار 21، يعني 21 يعني 21 وحدات ذهب خالصة ومعاهم 3 وحدات، بترجع دايما لل 24. يبقى 21 ومعاهم 3 وحدات من من النحاس أو من الفضة أو البلاديوم أو البلاتين أو الصون. 18 يعني 18؟ يعني 8 وحدات 18 من الذهب ومعاهم بقى كام؟ من يقول ها؟ معهم كم وحدة impurities وحدات شوائب؟ معهم 6 بالضبط، لأن بطرح من ال 24 18 زائد 6، 18 أساسي و6 عبارة عن impurities زي ما اتفقنا من النحاس أو الفضة أو أو بلاتين and so on. طب بالنسبة لوحدات الوزن، وحدات الوزن الواحدة المستعملة عندنا في الأسواق بتاعتنا في أسواق الذهب يعبر عن الجرام أو بالكيلو، لكن الوحدات المستعملة بقى كحاجة industrial وهي وحدات الأونس أو الأوز، ودي عبارة عن 31 جرام وواحد من عشرة. فواحد يقول لي طب الأونصة يا دكتور وليد المعروف عنها ان هي عبارة عن 28 جرام، ايه اللي خلاها 31؟ ما هو الأونص هي كوحدات عالمية تجارية عبارة عن 28 جرام، لكن بالنسبة للمعادن الثمينة، المعادن لها قيمة اقتصادية، المعادن اللي هي اللي مهمة بالنسبة لحياتنا، الأونص بيساوي 31 جرام واحد من عشرة. الوحدة الثانية هي عبارة عن التولة، ودي وحدة مستعملة في جنوب شرق آسيا في باكستان والهند وغيره، ودي عبارة عن 12 جرام. يبقى الأونس أو الأوز عبارة عن 31 جرام، أما بالنسبة للتولة دي عبارة عن 12 جرام. تمام كده يا شباب؟ خلي بقى حتة الجولد المصنوع من الذهب كم جرام وكلام من ده في معاده. يعني صفات الذهب بالاضافه لوحدات الوزن ووحدات النقاوه انه دكتايل، دكتايل مرن، بقدر اشكله زي ما انا عاوز، او ممكن اخليه في صوره ثينس شيتس او في صوره صفائح او في صوره او ممكن اشكله زي ما انا عاوز. الذهب مقاوم للتجويه والتعريه وكذلك الكروجن،
ولا يذوب في المذيبات العضويه زي غيره وغيره وغيره. طبعا لا يذوب سواء في النيتريت او حتى لو كان ميكس ما بين النيتريت والاتش سي ال او الهيدروكلوريك اسيد، لانه مقاوم زي ما اتفقنا للموست اسيدز. كذلك الذهب اكثف من الحديد بمرتين ونص، واكثف يعني اثقل من الرصاص بمرتين. دي من ضمن الذهب. الذهب فتواجده في الطبيعه يتواجد في صورتين، يا اما في صوره اندوجينيك يعني بيتكون في صوره داخل الارض، او بيتواجد في صوره اكسوجينيك يعني بيتكون خارج الارض. اما بالنسبه للصوره الاولى يا اولاد او الطريقه الاولى، هو اندوجينيك عباره عن صوره عروق المحاليل المائية الحارة أو الهيدروثيرمال سوليوشن. هيدروثيرمال سوليوشن يعني إيه؟ في آخر مراحل الماجما بتلاقي حاجة اسمها محاليل مائية حارة، بمعنى إن الصخور الملتهبة الأول بتطلع من البركان ثم يتبعها في آخر مراحل الماجما عبارة عن محاليل مائية حارة، عبارة عن مية بس بتكون في درجة حرارة عالية جدا، وهذه المياه بتكون محملة بالرواسب والمعادن المهمة، ومن ضمنهم من الذهب. هذه المعادن أو هذه المحاليل المائية الحارة بتندفع من البركان في الصخور اللي بردت قبل كده، فتقطعها في صورة زي ما انت شايف كده، في صورة دايكس او في صورة قواطع قاطعة للصخور عبارة عن عروق موجودة وبتكون محملة زي ما اتفقنا بالرواسب والمعادن المهمة، زي مين؟ زي الذهب وغيره. كذلك ممكن هذه العروق لو هذه الصخور ارتفعت على سطح الارض نتيجة حركات تكتونية، فبترفع هذه الصخور على سطح الارض، هذه الصخور مع التجوية والتعرية بتتفتت ويحصل لها ايه؟ تبدأ تتنقل، الصخور دي بتتفتت وتتأكد انها غير مقاومة للتجوية والتعرية. اما الذهب لانه مقاوم للتجوية والتعرية فممكن يبدأ يفضل في مكانه، فيفضل زي الصورة اللي موجودة في ايد الشخص الموجودة ديت، ويظهر بالصورة اللي موجودة قدامك نتيجة انه تقيل. او ممكن تشيله مياه السيول والامطار والانهار وتبدأ تنقل حمولة هذا الذهب وتنقله من مكان الى اخر، بس بلاقي الذهب منفصل لوحده لان زي ما اتفقنا انه مقاوم للتجوية والتعرية وانه تقيل، فممكن ينفصل عن الصخور المحيطة له بكل سهولة. يبقى انت عندك صورتين للجولد اوكيرانسز، يا اما اندوجينيك في مكانه او في صورة منقولة فسميها اكس. وديت الصور بتبين لك بعض العروق اللي ممكن يتكون بيها الذهب، او ممكن يطلع على سطح الارض في صورة ايه زي ما اتفقنا هوت سبرينجز، او ممكن صورة الانهار والايه والبحيرات بالطريقة اللي احنا قلناها. الذهب يا اولاد ممكن يرى بالعين المجردة في قلب الصخور، ممكن اشوفه بعينيا زي الصورة موجودة قدامك، او لو حظك كويس شوية ممكن تلاقي الذهب موجودة بالصورة ديت، ولو انت يعني حظك احسن شوية ممكن تلاقي الذهب بالصورة ديت. الصورة الاغلب ان انت في اغلب الاحوال مش هتقدر تلاقي الذهب بصورة ترى بالعين المجردة، وانما الذهب يوجد في صورة دقيقة جدا لا يرى بالعين المجردة. لازم اعرض الصخر اللي فيه الذهب لمجموعة من العمليات هنتكلم عليها، وعنوانك هو عبارة عن gold extraction. ازاي احصل على الذهب من الصخور الحاوية له في حال ان الذهب لا يرى بالعين المجردة؟ اول حاجة يا اولاد التفجير، ببدأ افجر الصخور اللي فيها الذهب عشان بغرض الحصول على احجام يسهل التعامل معها. اول مرحلة الكراشنج، كراشرز بواسطة الكراشرز الطحانات، breaking down large chunks of rock into smaller pieces. ليه؟ عشان اقدر اتعامل معها. بعد كده ببدأ بعد ما كسرت الصخور لحجم يسهل التعامل معها، ببدأ اضيف المية على هذا الصخور المفتتة والمكسرة عشان اعمل عملية ليتشنج. ليتشنج بمعنى اغسل الصخر بمحتواه من الذهب عشان اتخلص على مين؟ اتخلص من ايه؟ من الشوائب الموجودة. فعشان بعد الطحن ببدأ اعمل ايه؟ اضيف إيه؟ المية. المرحلة رقم 3 بعد عملية الليتشنج او الغسيل، ببدأ اضيف السيانيد او السيانايد. بضيف الصيانات عشان عملية اسمها عملية كربون ان بلب، والغرض منه هو عبارة عن هبدأ ادوب الذهب الموجود في الصخر، وكذلك برضو لو في فضة موجودة بالسيانايد. الغرض منه هو عبارة عن اخلي الذهب في صورة ايه؟ سائلة، في صورة محلول. الذهب اللي هو خلاص بقى ذاهب في صورة محلول نتيجة انا ضفت السيانيد، ببدأ اضيف في تانكات كربون نشط على اعمدة كهربية. الكربون النشط هيبدأ يمتز الذهب الموجود في صورة الايه؟ الكربون جرينز الموجود. الذهب الموجود في صورة محاليل هيبدأ يلتصق بحبيبات الكربون النشطة. ثم بعمليات فلترينج بواسطة ايه؟ سكرينز، بواسطة مناخل. هبدأ افصل الذهب اللي لازق في الكربون حبيبات الكربون النشطة من ايه؟ من الكربون.
حبوبات الكربون النشطه اللي لازق فيها الذهب، هبدا افصل الاثنين عن بعض عن طريق ايه؟ عن طريق سكرينز، عن طريق مناخل. ثم المرحله رقم 6 عن طريق هوت سوليوشنز من الثاني، هوت سوليوشنز من السيانايد والصودا، هبدا افصل الذهب والفضه. ثم اخر مرحله هي عباره عن مرحله الاستقطاب الكهربي او الكترو ويننج، هبدا افصل الذهب عن الفضه، ويبدا بعد كده عمليه الصهر ثم الصب في قوالب. يبقى انت عندك 6-7 مراحل للجولد اكستراكشن. مرحله الكراشنج، تاني مرحله هي عباره عن مرحله الليتشنج، ثالث مرحله عباره عن اضافه السيانيد عشان ادوب الذهب والفضه، ثم مرحله اضافه حبيبات الكربون النشطه عشان الذهب هيبدا يادهيرز تو ذا كربون، حبيبات الكربون النشطه او الاكتف كربون جرينز، ثم عمليات فصل الكربون اللي ملزوق بالذهب الملزوق بالكربون جرينز عن طريق السكرينز، ثم محاليل ساخنه من الصوده والسيانيد عشان ابدا افصل الذهب والفضه، ثم الذهب والفضه في صوره سائله هبدا افصلهم عن طريق عمليه الاستقطاب الكهربي بالالكترو ويننج. ديت عباره عن الطريقه المستعمله حديثا في الاندستري طيب ننتقل على استعمالات الذهب. هل الذهب له استعمالات؟ طبعا كثيره ومتنوعه. على سبيل المثال الاستخدام الاساسي والرئيسي طبعا هو في الجولري، ده عباره عن طبعا الاستخدام الاولاني في صناعه الحلي يعني. تاني استخدام هو استخدام مهم جدا نتيجه ان الذهب فاليبل، قيم، ديورابل، مظهره كويس، بورتابل، سهل نحمله في صوره حاجات كتير احنا بنلبسها في ايدينا او بالنسبه للفيميل برضو بيلبسوه. الذهب ممكن احطه في صوره زي ما انتم شايفين كده في صوره سبائك او في صوره جنيهات ذهب. الغرض هو عباره عن ان انا بحافظ على القيمه الشرائيه للعمله للفلوس. نتيجة انخفاض القيمة الشرائية للفلوس أو العملة يا أولاد، بحط الفلوس عندي في صورة سبائك ذهب. الغرض منه إن أنا الذهب بيكون محافظ على سعره أو دايماً في صورة بيرتفع سعره. فبحافظ على القيمة الشرائية للعملة بإن أنا أحط الفلوس بتاعتي في صورة عملات. وبالتالي الفاينانشال جولد. كذلك من ضمن استعمالات الذهب أستعمله في الإلكترونيكس وكذلك في الأسطوانات الكمبيوترز. كذلك بستعمل الذهب في الدنتستري في 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 ايه في في الاسنان ازاي؟ معروف ان الذهب يا اولاد طبعا بيكون سهل ان نشكله في صوره الاسنان، او انه بيكون مقاوم للتجويه والتعريه وكذلك الكروجن، وكذلك انه لا يسبب اي اي حساسيه اليرجي، ما فيش اي حساسيه، او ممكن يتفاعل مع الاكل ان انا باكله، وبالتالي ممكن استعمله في الدنتستري. كذلك ممكن استعمله في الميديكال بيربسز زي ما الدكتور مصطفى السيد استعمل الذهب المشع في علاج بعض الاورام زي البريست كانسر، علاج الاورام الخاصه بالثدي. كذلك من ضمن استعمالات الذهب في الايروسبيس في الاجزاء المهمه بالنسبه لمراكب الفضاء. كذلك بستعمل الذهب من ضمن استعمالات في الاووردز وكذلك الستاتس سيمبلز. ديت عباره عن استعمالات المتعدده من الذهب. هل الذهب موجود في مصر؟ طبعا من ضمن التواجدات المهمه للذهب في مصر هو سكري جولد ماين، او منجم السكري. دي من ضمن اشهر 10 مناجم موجودين على مستوى العالم، موجود عندنا في مصر طبعا، موجود في الصحراء الشرقيه في الايسترن ديزرت في منطقه او مدينه مرسى علم. فالمنجم موجود 30 كيلو متر جنوب غرب مدينه مرسى علم بالنقطه الحمراء اللي موجوده بالقرب من البحر الاحمر على ساحل البحر الاحمر. المنجم موجود زي ما اتفقنا يا اولاد، والشركه اللي شغاله فيه او واخده اللايسنس للشغل فيها شركه سنتامين او الشركه الفرعونيه بالاتحاد مع هيئه الوزاره الثروه المعدنيه. رئيس مجلس الاداره عباره عن سامي الركحي، راجل مصري مستثمر مصري شغال في استراليا، وجي يستثمر هنا في مصر من سنه 94 وافتتح المنجم 94. توقف هذا المنجم قليلا ثم سنه 2008 ثم عاد الشغل فيه، وما زال الاستثمار تم فيه لغايه دلوقتي. والانتاج طبعا سنوي، والمستوى بتاعه او الريكفري بتاعه والريسيرف بتاعه بيعلو سنه عن سنه، اكثر من 10 مليون اوقيه كريسيرف موجود في منجم السكري. تمام، دي بالنسبه لمنجم السكري. منجم السكري يقسم الى قطاعات عباره عن جبل كبير ممتد في صوره سلسله جبال، وقسموه على اساس الانتاج او البرودكشن منه لاربع قطاعات
هما الغزالي ورع وامون واربع اربع ايه اربع قطاعات موجودين. الغزالي وامون ورع والفراعنه. تمام كده يا شباب؟ دي بالنسبه لمنجم السكري. الذهب موجود هناك ازاي؟ موجود في صوره اغلب الاحوال في الصوره لا ترى بالعين المجرده، وهو موجود ومنتشر مع صخور الجرانيت، جرانيتك روك. تمام كده يا شباب؟ طيب ديت المعلومات اللي احنا قلناها على منجم السكري بالترتيب اهيت. ثم بعض الصور اللي بتبين لك الرحلات اللي احنا كنا بنقوم بها كقسم جيولوجيا جامعه المنصوره لمنجم السكري عشان ناخد بعض المعلومات المهمه عن هذا المنجم. دي صوره حيه بتبين لك برضو عمليات التنجيم الحفر بتتم ازاي، او المايننج بيتم ازاي في منطقه جبل السكري في صوره مصاطب. بتبدأ بمصطبة مستويات، يعني طبعا بتبدأ مستوى الأول الأعلى ثم الأقل فالأقل حتى توصل لمستوى سطح الأرض أو المستوى المنخفض اللي موجود عندك ده. دي صورة بتبين لك عينات للذهب، والذهب موجود فيها في صورة منتشرة لا ترى بالعين المجردة، يعني لازم أعمل بروسيسنج لهم من أول الإيه عمليات الطحن والكراشنج حتى طريقة مين؟ طريقة الإلكترو وينينج أو الاستقطاب الكهربي بالطريقة اللي إحنا شرحناها. دي صورة بتبين لك المراحل المختلفة. البشمهندس الموجود في الصورة الموجودة أعلى شمال بيبين لك إن بيقول لك خلي بالك إن التفجير هيتم دلوقتي، ده إحنا كنا حاضرين في منطقة في نقطة التفجير أو في وقت التفجير. ثم الصورة اللي أعلى يمين تعبر عن التراك الكبيرة اللي بتحمل أطنان الخام الذهبي الموجود مع الصخورة فيها. ثم من ضمن المراحل عملت الصهر، ثم أول سبيكة طلعت من منطقة حمش سنة 2007 في صورة أول سبيكة ذهب موجودة وطلعت من مصر. كذلك من ضمن الأماكن الموجودة منطقة حمش، وده عبارة عن 100 كيلومتر ويست مرسى علم في الصحراء الشرقية. كذلك من ضمن تواجدات الذهب وادي العلاق، ده عبارة عن 250 كيلومتر ساوث ويست أوف أسوان. كذلك من ضمن الأماكن الواعدة للاستخراج الذهب في منطقة أم وزوريك، ودي موجودة في سيناء. كذلك من ضمن الأماكن في الصحراء الغربية في أكثر من تواجد له للذهب موجود. ديت بالنسبة لمحاضرة النهاردة من الذهب، وننتقل إن شاء الله بإذن الله قريبا في المحاضرة الثالثة من سلسلة محاضرات الجيولوجيا الاقتصادية أو ايكونوميك جيولوجي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.